مرحبا وتحياتي لجميع الأصدقاء. تنعتق الأفعى من حمل السنين الطويلة، وذلك عبر استبدال جلدها بجلد أطرى من قساوة زمن تجلد فيها وعليها. هكذا هي صيرورة الكائنات التي يتسم كل منها بجديد ما أو بتجديد ما يتفرد به عن غيره، طبعا بما يتناسب وفرادة ما هو عليه. وبالمثل وتماشيا مع هذا السيستم الحيوي الطبيعي، فإن لم يبدل هذا الإنسان العاقل كما يعرف ما في عقله، إن لم يقم هذا الإنسان العاقل بتجديد ما تصحر وما تسخر وما تجمد من أفكار في داخل ذهنه، يغدو كمن يعاكس هنا مبدأ وجوده. ألم يقل ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود؟ ما معنى هذا الكوجيتو الديكارتي؟ أنا أفكر إذن أنا موجود، بمعنى أنني حين لا أفكر أنا إذن غير موجود. أنا أفكر بمعنى أنا أشك، أنا أنقد، أنا أبحث، أسعى نحو العلم، نحو المعرفة، كي أناقش وأجادل وأتأكد، ومن ثم أغير وأبدل وقد أجدد. هذا في نهاية الأمر ما يعطيني مبرر وجودي وعلة كينونتي بوصفي كائن عاقل قبل أي شيء آخر. ولله در القائل: أخو العلم وقل أخو العقل لا فرق، فالعلم والعقل صنوان. فيقول هذا الشاعر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. وشكرا لكم، وأعتذر عن صوت الريح في الخارج، وإلى اللقاء.